ما تشاهد في هذه الصورة هي واحدة من أعظم ما صمم المهندسون المعماريون البشر في تاريخ الكرة الأرضية، وتعرف بغرفة الكهرمان المفقودة بروسيا. تم بنائها عام 1717، ويبعد هذا القصر الجميل والرائع حوالي 25 كيلومتر من مدينة سانت بيترسبرغ في روسيا. طبعا هذا القصر كان للإمبراطور الروسي بطرس الأكبر، واشتهر هذا القصر بالديكور الباثخ فيه، فتقريبا استخدم أكثر من 100 كيلوغرام من الذهب. وهذا القصر بغرفه الجميلة مرصع بأجمل وأفخم أحجار الكهرمان الموجود بمختلف أحجامه، وتم تصميم هذا القصر على يد أفضل وأبرع المهندسين والكفاءات في ذلك العصر. للأسف هذا القصر تم سرقته بالكامل يا أصدقائي على أيدي النازيين في الحرب العالمية الثانية. الحكومة الروسية قررت إعادة ترميم وبناء هذه الغرفة بنفس الطراز والأسلوب والعيار من الذهب المستخدم فيه، وقد انتهى المعماريون من إعادة بناء هذا القصر الرائع في عام 2003. لكن هناك إجراءات مشددة جدا 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 من قبل الحكومة الروسية على زوار هذا القصر.